السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل عصير ليمون بسيط وسهل. هنعمل ليمون بالنعناع. هنمسك بقى نحط المية متلجة والسكر ونحط الليمون، واهم شيء نقطة في الليمون اللي انت تقشريه قبل ما تعمليه وتشيلي البذر عشان ما يمررش، والليمون دلوقتي كتير في السوق. هنحط الليمون مقشرين وشايلين البذر منه، وكمية من سكر زي ما انت عاوزة، وبعدين هنحط النعناع. دلوقتي الليمون كتير، وفي فكرة ليمون هعملها لكم. الليمون دلوقتي عشان تخزنيه بطريقة صحيحة تجيبي الليمون، هوريه لكم بقى في فيديو جديد. اهو يا حبايب قلبي فرمت الليمون، عملت ليمون بالنعناع اهو، وبالهنا والشفاء. تستنينه في فيديو جديد، وهقول لكم فكرة جديدة ان شاء الله في الفيديو الجديد. الليمون ازاي تخزنيه، ومع السلامة.